اذا عندي هاي الافيلبل باور حسب هذا البرنامج، حسب هذا البرنامج المينتننس الموجود. اذا اتبعت هذا البرنامج المينتننس راح يكون عندي في البيريد الاولى في فائض 45، بالبيريد الثاني في عجز 25، بالبيريد الثالثه فائض 25، وبالبيريد الرابعه 65. ما في مشكله هون، هذه جيده وهذه جيده وهي مقبوله 25، بس المشكله عندي هون مش هيك. هلا بدي اجي اقرر شو الفتنس. هلا الفتنس ممكن اجي اقول الفتنس هي الافرج تبعت هدول الاربعه مش هيك، ممكن اقول. بس انا شايف انه سيء، الاحسن شو اعمل؟ اخذ الريزيرف اللي هو اسوأ رقم فيه. الفتنس هذه سيئه عندي، يعني هذا مستحيل البرنامج اعمله، ما بعمل هذا البرنامج. ليش يكون عندي في فائض 65 بفتره وفي عندي عجز 25 بفتره؟ يعني في ناس راح اقطع عنهم الكهرباء وانا بعمل مينتننس. اذا هذا البرنامج، اذا الفتنس راح نعتبرها مينيمم ريزيرف. راح اخذ المينيمم ريزيرف هو الفتنس. اوكي ماشي، واضح؟ الكل فاهم هاي النقطه؟ شو كانت البدائل؟ ايش كان ممكن اعمل؟ كان ممكن اخذ الافرج تبعه، مع الافرج ما راح يبين لي انه هذا سيء، ويمكن احتمال، على فكره احتمال تلاقي الافرج يضل تقريبا نفسه في كل البرامج. هذا سيء اللي هون. اذا باخذ احسن شيء اني اخذ انه اسوء رقم فيهم، اسوء رقم ببين لي انه هذا غير مقبول على الاطلاق. غير مقبول هذا الرقم. اذا باخذه هو المينيمم ريزيرف. هلا شو الخطوه اللي بعدها بدي اعمل؟ بدي اقرر عدد الانديفيدجوالز. هلا احنا حددنا عدد الانديفيدجوالز، قررنا كم انديفيدجوال بدنا. ما حددنا مثلا بدنا ناخذ سته فرضا، ست برامج، والست برامج راح اشتغل بعدين اصير اعملهم. خلينا نعمل مثلا جنريشن لكمان برنامج، راح نعمله هلا المره هاي راندوملي. فخلينا ناخذ هلا احنا طلعنا هلا هذا فتنس له، قديش الفتنس تبعته؟ اذا الفتنس تبعت هذا البرنامج راح تكون ناقص 25. هلا بعرفش ايش احسن طريقه نعملها، كيف بدنا نحول هذا الرقم، لاني هلا بدي اطلع الفتنس تبعت البرامج كلها وبعدين من هدول احدد مين الموست فيت. ناقص 25. هلا ممكن نعمل شيء زي مابينج حتى اطلع الفتنس. شوفوا شو رح نعمل. خلينا نطلع كمان 3 انديفيدجوالز. بدي اطلع هلا. شوفي خليني افترض مثلا هون، خليني افترض اني عملت انا سكند انديفيدجوال. خليني اطلع سكند انديفيدجوال هلا بفرجيكم الماكينج شو بنعمله. خلينا ناخذ كمان سكند انديفيدجوال. هذا تذكروا كم اوبشن له؟ شو الجينات اللي ممكن لهذا الاول المحطه الاولى؟ ثلاثة اللي هم ايش كانوا؟ 001100 0110 او 0011 مش هيك مزبوط متذكرين؟ اعطينا كمان، اعطينا رقم مثلا راندوم نمبر ناخذ من هذول الثلاثه. 0011 ناخذ هذا هيك، الثاني 0011 الثالث. هلا هذول كم اوبشن لهذا فيه؟ أربعة اللي هم إيش؟ 1000 0100 0100 0001 0001. أوكي؟ يلا ديما أعطيني واحد. 1000 1000. أوكي؟ الرابع 0010. خامس 0001 0001. أوكي؟ والسادس 0100. والسادس والسابع 1000. اوكي هذا برنامج ثاني. هلا خلينا نحسب الفتنس تبعت هذا البرنامج. بدنا نحسب الفتنس تبعت هذا البرنامج بنفس الطريقه. اذا هذا الفتنس كان تبع البرنامج الاول، خلينا ناخذ الفتنس هلا تبعت البرنامج الثاني. نفس الشيء راح احط، خلينا نحسبها مباشره عشان ما اضيع شوية من هون. راح اطلع الفتنس مباشره، راح اطلع الريزيرف مباشره. طيب ناخذ البيريد الاولى، البيريد الاولى عندي 001 اللي هو مين؟ الثالث والسابع. الثالث قديش؟ 35 والسابع 10 45. 150 ناقص 45 بيعطيني 105. 105 ناقص 80 قديش؟ 25 مضبوط. ناخذ الفتره الثانيه 0001 1 اللي هو 6
6 قديش 15 رح يصير عندي 135 135 ناقص 90 رح تعطيني 45 مزبوط هذا الفرق هذول الاثنين بوزيتيف ناخذ البيريود الثالثه 1 2 4 1 2 4 1 2 4 20 35 40 75 75 من 150 بعطيني 75 انا عندي 65 معناها الريزيرف 10 لسه بوزيتيف لحد هذول كلهم وبعدين ناخذ بعدين ايش عندنا اخر وحده 1 2 و5 مش هيك 1 2 و5 1 2 و5 50 من 150 100 100 ناقص 70 30 هذا افضل من الاولاني مش هيك ايش ميزه هذا على الاولاني اول ميزه انه ما فيش نيجاتيف على الاقل اذا هو فيزبل بلوزبل ممكن لكن مشكلته قديش الفتنس تبعته 10 نعم اقل رقم هيك اتفقنا ايوه اقل رقم يعني هون انا اخطر مكان عندي مزبوط انا عندي 45 بس هذا عندي 10 اوكي ماشي واضح عشان هلا صار عندي في تو سيناريوز هذول لهم فتنس هلا خلينا ناخذ سيناريو ثالث خلينا افترض انه عملت انا سيناريو ثالث بدون ما نمشي فيه ثيرد انديفيدجوال نعم يعني ما في شيء اتجنبه عشان ما يطلع عندي ماينس انت ما بتقدر انت بدك تعملي لهم راندوم وبعدين تعملي سيلكشن تمشي فيهم سيلكشن ما في شيء تقدر تعملي حتى تتجنبيه الثالث هلا خليني افترض انه الثالث طلع معي مثلا اعطاني 30 والرابع اعطاني 15 اوكي انا ما حسبتهم بس بفترض انه طلعوا الارقام هلا شو بدنا نعمل هلا بدنا نختار هدول هلا متذكرين شو حكينا احنا الفتنس شو بتمثل في الحياه الواقعيه احتمال انه هذا الانديفيدجوال يكبر ويعيش ويوصل مرحله الكروس اوفر اوكي فلذلك متوفر منه اكثر مين المفروض اذا حسب الفتنس مين المفروض اكثر واحد يكون متوفر 30 وهدول البقيه راح يكون اقل وهذا اقل وهذا اقل شيء مشكلتي انا عندي هون رقم نيجاتيف انه في عندنا اكثر من طريقه نعملها كيف ممكن نعمل بحيث انه اطلع لهم برسنتجز متذكرين ليش بنعمل برسنتجز لان بدي اعمل كروس اوفر بدي اختار هدول الانديفيدجوالز اختار منهم للكروس اوفر كيف ممكن اعمل هدول الثلاثه هي عندي الفتنس هي الفتنس تبع هدول الاربعه راح اسميهم الانديفيدجوال A وبي وسي ودي وهذا له ناقص 25 هذا له 10 هذا له 30 وهذا له 15 لو بدي احولها لبرسنتج كيف ممكن اعملها؟ نعم تفضل. ممكن اخلي كل واحد 0 على 1 وانا اخذ سكيلينج بيناتهم. احسنت، اذا هذا هو المابينج، ممكن اعمل مابينج، اوكي؟ ممكن هاي احد الطرق اعمل مابينج. هلا ممكن طريقة ثانية اجمع لكلهم 25. فبضلوا ريلاتيف، لا ممكن هاي كمان تعمل. يعني ممكن اللي اقترحها ايش اسمك؟ ايش اسم الشاب؟ ايش اسمك؟ محمد بغدادي. محمد بغدادي. بغدادي مثلا اقترح انه عندي 0 على 1 وعندي ناقص 25 وايش على رقم هون؟ 30 بتعرف تعملوا الماكينج هاي؟ بتعرفوا تطلعوا العلاقة اللي بتحول الرقم هذا للرقم هذا مثلا؟ ها؟ بتعرفوا؟ دكتور بس منطقيا لازم ناخذ اقل رقم في كل الفتنس اللي ممكن تطلع مش بس اللي بتطلع كي قصدك لا بهذا السيناريو بهدول الاربعه اذا بدي اطلع لهم الفتنس بقدر اشتغل على الارقام تبعتهم انت قصدك في كل الجنريشنز كل مره رح بدك ترجع تعيدها ما في مشكله ما هي برنامج هذا جزء من البرنامج ما في مشكله انا بس هدول يعني انا اتقدم لي اربع طلاب بدي اقيم هدول الطلاب against each other ليش اقيمهم against كل الخريجين اللي تخرجوا من اول ما فتح القسم ليش ما امسك هدول الاربع طلاب اقارنهم لانه انا بس بدي اختار من هذا الجينيريشن من هذا الجيل هذا كان جيل ممتاز هذا كان جيل سيء ليش هدمج التنين ببعض ها هاي جيل هدول نعتبرهم جيل واحد الاربعه هدول طلعوا من جيل واحد بدي اقول هلا هدول الجيل كبروا على مدى 20 سنه بعد 20 سنه لما كانوا جاهزين يعملوا كروس اوفر مين اللي كان متوفر منه اعلى رقم اعلى عدد راح يكون هذا مزبوط صح مزبوط بس بهذا الجيل هلا الجيل اللي بعده افرض الجيل اللي بعده كله كان 30 و45 و15 و20 ليش يتاثروا بهذا الرينج ليش ما يكون لهم رينج خاص فيهم اه طيب خلينا نشوف الطريقتين في طريقه اني اعمل خلينا ناخذ الطريقه الاولى اللي بنعمل شيفت راح اعمل شيفت راح اجمع لهم كلهم 25 فراح يصير عندي A 0 B راح يصير 35 C راح يصير 55 و D راح يصير 40 هلا بقدر اعمل من هون هلا المشكله الزيرو شو راح يصير الزيرو؟
حيطلع زيرو مش هيك؟ فبصير احتمال اني اختاره زيرو لانه نسبته من الهاي زيرو صفر، مش راح اختاره من هون. ونفس الاشي لو اتبعت الطريقة الثانية ممكن اني اجمع له رقم اكبر من هيك. لو جمعنا له رقم مثلا بدل 25 جمعت لهم 50 راح يصير عندي هذا 25، هذا 60، 50 و30 80 و65. مظبوط هيك؟ مظبوط هيك بتزبط معي وبيطلع ما بيطلعش زيرو. ايه قديش هلا بصير البرسنتجز؟ اجمع هذول الارقام 65 و25 قديش تعطيني؟ 90، 90 و80، 170، 170 و60، 230. هلا كبرسنتج شو بصيروا؟ بصير عندي 25 على 230 قديش تطلع؟ 65 28 تقريبا. يعني طبعا بدكم تتاكدوا هدول بيجمعوا ل 100%. هلا هاي فيزبل مش هيك؟ لاحظوا هون ما استثنينا الضعيف. لو خليت انا الزيرو هاي، لو هاي خليتها زيرو كان ما راح اخذ منه. اذا البروبابيلتي تبعته زيرو هذا ما راح اخذ منه اي شيء. اذا هاي طريقه. طريقه عملت لهم شيفت بحيث انهم كلهم صاروا بوزيتيف وبعدين جمعتهم وطلعت البرسنتجز تبعتهم. الطريقة الثانية كان اني اعمل مابينج من هاي من هون من ناقص 25 ل 30، بس نفس المشكلة رح تطلع معي ناقص 25 رح تطلع زيرو. يمكن كان الأحسن مثلا اعمل مابينج من هون من هاي مثلا من 0.5 فرضا ل 1.5 حتى ما تطلع هذه زيرو. اوكي؟ هلا رح احكي عن المابينج، كيف نعمل المابينج.